قبل ما نبدا الفيديو مع بعض، عايزك تسال نفسك سؤال وركز فيه قبل ما نتكلم في اي حاجه. هو محمد سراج بيدافع على نفسه ولا بيدافع على مجلس اداره الاهلي، ولا بيقول يا جماعه انا مش من الناس اللي انت هتقدر تكسر عينيها، انا غيرهم؟ طيب معنى كده ان في حد مكسور عينه جوه المجلس، او معنى كده ان انت طلعت تدافع عن نفسك بس، او معنى كده ان انت غلطت لما عملت تويته بتقول فيها ان ربنا ابتلانا باتنين، واحد اجنبي وواحد محلي، يلا تركي الشيخ ومرتضى منصور. بعد كده ما تركي الشيخ رد عليك بقيت مضطر انك تتكلم، ولما اتكلمت يا ريتك نطقت بحاجه عدد، انت نطقت بحاجه بتقول ان خلي بالك محدش هيقدر يخليني اركع غير لله، محدش هيقدر يخليني اعمل اي حاجه، بس انت ممكن تعمل كده مع ناس تانية. اللي هو مين الناس التانية؟ ما هو المجلس بتاعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فوق اسلام حارب ودي كنا مع بعض الماتش. بص يا صديقي، انا قعدت اقول اتفرج على ماتش بايرن، لقيت ان بايرن خلص الماتش في اول نص ساعه، قعدت اقول طب نتكلم على ايه نتكلم على ايه، لقيت ان مستشار تركي الشيخ رد على محمد سراج الدين. محمد سراج الدين امبارح كان بيتكلم في بوست يا جماعه ان احنا مش هنعمل اي حاجه علشان خاطر احنا ربنا مبتلينا باتنين، واحد اجنبي وواحد مصري والكلام ده. بعد كده تركي الشيخ قال له مين انت هتفوت عشان خاطر تتكلم عليا؟ قال له انا كذا كذا كذا، وانا بابي ومامي، وانا محمد سراج، وانا مش تقدر تخليني اطبل لك ولا تقدر تكسر عيني ولا تقدر تعمل اي حاجه. وبعد كده تركي الشيخ راح رد عليه وقال له خلي بالك في واحد اتنين تلاته اربعه، وانا قدمت استقالتي مرتين، ونفس الجمله اللي تركي الشيخ بيقولها على طول بيكررها، ومع ذلك محدش يقدر يتكلم. وقال له خلي بالك تفاصيل كده شويه حياه، تفاصيل في حياه محمد سراج الدين محدش عارف التفاصيل دي حقيقي ولا كده. بس برغم كل ده انا عايز اسالك سؤال قبل ما تخش في الخناقه، وقبل ما تختار الطرف اللي انت هتدافع عنه، اسال نفسك سؤال: انا ايه خصني؟ محمد سراج الدين واحد ما بيتكلم بصفته الشخصيه، بعد كده اتدبس في خناقه مع تركي الشيخ، بعد كده مكمل نفس الخناقه. هتلاقي صفحات الاهلي الكبيره واقفه في ظهر الراجل ده، صفحات الاهلي اللي هو دلوقتي انا بادئ اتكلم في الحوار، كلهم مرعوبين انهم يتكلموا في الموضوع، كلهم خايفين، محدش فيهم عارف الاول هتبقى جايه عامله ازاي. نتعامل نقعد نشتم في تركي، ولا نطبل تركي ونقول يا جماعه عفى الله عما سلف، ولا نغطي اخبار الكورونا في مصر ونشوف الحالات تبقى عامله ازاي. موقف سلبي غير طبيعي. بس مع الاسف الشديد انا قلت لك من اول يوم انت دخلت فيه عندي في القناه، لو انت من الناس القديمه عندي، قلت لك كله بياخد فلوس وكله ماشي مع التيار، مفيش حد فيهم بيتكلم لوجه الله، محدش فيهم بيتكلم حبا للكيان، كلهم بيتكلموا حبا للمصالح، وركز فيها، كله بيدور على مصلحته. كان مصلحه محمود الخطيب في البدايه انه يجيب تركي الشيخ علشان خاطر يعرف يوصل بيه لرئاسه النادي الاهلي، بعد كده كالعاده كابتن محمود الخطيب ما كانش عنده اي بلان في التعامل مع تركي الشيخ، فلبسه في الحيط اول مره. لما اول مره حصلت وكان باين ان الراجل ده يا جماعه الراجل ده لما بيتخانق مع حد بيفرش كل حاجه، كان باين ان الراجل عنده شويه مشاكل لما بيكون في خصومه مع حد، لما يدخل في خصومه معاك هيعري كل حاجه، وفعلا ده اللي عمله في الجزء الثاني من الخناقه اللي بداها اول امبارح. الخناقه اللي بداها تركي الشيخ لقينا ان هو بيطلع تسريبات في كلام بيتكلموه مع يوتيوبرز، في ناس اليوتيوبرز ده تحديدا انا كنت شايف ان هو مبالغ فيه، والراجل ده بيبالغ قوي في الكلام عن محمود الخطيب وعن تعظيم محمود الخطيب. بص قبل ما نتكلم عن محمود الخطيب ومجلس اداره الاهلي، عايز اكلمك في حاجه واحده بس. الفتره الزمنيه اللي هيقعدها كابتن محمود الخطيب ومجلسه في الاهلي سواء 4 سنين او 8 سنين كده كده هتعدي، وكده كده هتخلص بحلاوتها بمرها هتخلص. النادي بس هو اللي هيفضل في مكانه، والنادي بس هو اللي هيفضل نادي عظيم ونادي عريق. عايزك تعرف حاجه، الاشخاص راحلون والكيان باقي. حاجه حطها في دماغك، الخطيب مش هو الاهلي، الخطيب مش هو الكيان، الخطيب ما هو الا مجرد موظف تحت شعار رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. الخطيب موظف، ممكن يكون موظف ناجح، ممكن يكون موظف فاشل. حط دايما التقييم ده في دماغك، الخطيب موظف في النادي الاهلي، الخطيب مش النادي الاهلي. استباحه قرارات مجلس اداره الاهلي، لان مجلس اداره الاهلي يستاهل، مجلس اداره الاهلي راح جاب واحد علشان يساعدهم، وبعد كده لقوا ان الراجل ده بيحب الشو، وهو برده قال انا الشو اللي انا بعمله بدفعه بفلوسي. طيب الراجل عمال يزل فيكم، هتقدروا تكلموا؟ اتحداك ان حد فيهم يطلع يتكلم، لان هم لسه محتاجينه، لان هم زي ما اتكلمنا في 7000 فيديو على القناه، الناس دي محتاجه تركي الشيخ علشان خاطر الناس دي ما عندهاش اي بلان لبكره من غير تركي الشيخ، ما عندهمش اي حاجه للصفقات من غير تركي الشيخ، ما عندهمش اي حاجه للمدينه الرياضيه غير تركي الشيخ، ما عندهمش فكره لانشاء استاد غير تركي الشيخ، علشان كده مضطرين يستحملوا هناك تركي الشيخ، لان هم بدون تركي الشيخ هم مجلس الاداره ما عندوش اي حاجه خالص. فانت بقى مضطر انك هتقف مع محمد سراج. محمد سراج ما بيمثلش الاهلي في الخناقه دي، عايزك تحط في دماغك الحوار ده، محمد سراج بيمثل نفسه ان انا ما تخلطنيش مع الناس اللي انت كاسر عينيهم، الا وهم مين بقى من الناس اللي انت كاسر عينيهم؟ مجلس اداره الاهلي. طيب انتوا مجلس مش طايق بعض يا جماعه، والله قلت لك من اولين في القناه دي المجلس ده مش طايق بعض. جوهر لبيب من اول ما نجحوا حاطينه على الصف علشان خاطر الراجل انشق على الصف وباعهم في نص الانتخابات. بعد كده راني على الولد ما طلعت قالت خلي بالك انا ما خدتش هدايا ولا خدت ساعات ولا خدت اي حاجه، حطوا على الركن. دلوقتي محمد سراج الدين هيتحط على الركن. طيب هو كده فين في المجلس؟ لا بقى اعتقد ان هم ما يقدروش يطلعوا يقولوا انت مش تكسر عيننا، لان باين قوي طالما انتوا كلكم مش مكسور عينكم، امال مين مكسور عينه في ام المجلس؟
اللي بيغيظني انا بصراحه الناس اللي بتتكلم يا جماعه، حدش هاجم مجلس اداره الاهلي، ما حدش يتكلم، كلنا ندعم النادي وندعم الكيان. يا حبيبي ما قلت لك كابتن حمود خطيب مجلسه، وما هم الا موظفين واداريين في النادي. انا لو دعمتهم ودعمتهم وانا عارف ان هم غلطانين، وان هم راحوا جابوا مستثمر علشان خاطر بس هدف معين وبعد كده فشلوا تماما في التعامل معاه، وبعد كده يدوا له اسرارهم وعارفين ان هو هيوضحهم، فالمشكله عندهم. المشكله عندهم. انا شايف محمد سراج الدين دبس في الخناقه مع تركي الشيخ، لان هو ما يقدرش يخش في خناقه مع تركي الشيخ. تركي الشيخ معروف ان هو واحد من اقوى رجال في السعوديه، لا يقرب من محمد بن سلمان ولا العهد. الموضوع بالنسبه لتركي الشيخ والخناقه مع اي حد هنا في مصر هيكون الموضوع صعب جدا انك تعرف تسد في الخناقه، فطبيعي جدا ان هو يعرف عنك كل تفاصيل حياتك، يعرف عنك كل حاجه، وخصوصا ان انت عندنا هنا في مصر يعني مش فاهم حاجه، وكلام في الحاجات دي ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه. فبص اخر حاجه عايز اكلمك فيها، الخناقه مع حكم الزمالكاوي ما تحطهاش دايما في حوار ان ده عنصري وان ده زمالكاوي ملوش دعوه بيا وملوش دعوه باي حاجه. افتكر ان احنا الاثنين صحاب، افتكر ان احنا الاثنين متربين مع بعض، افتكر ان احنا الاثنين كلنا متحملين الغلب اللي احنا فيه. هو برده محمد مختار منصور، انت تحمل مجلس اداره فاشل، واحنا الاثنين نعرف نتوافق مع بعض، هم متوافقين مع مرتضى بقالهم كتير وعارفين ان الراجل ده ابتلاء من عند ربنا، فاحنا برده عارفين ان مجلس الاداره بتاعنا ده ابتلاء من عند ربنا. مجلس الاداره بتاعنا اللي كان بيتاجر بشعارات صالح سليم وبيتاجر بشعارات ان انا دي مبادئ وقيم، اللي هو حرس المبادئ وحرس القيم وكل حاجه، وفي الاخر هيطلع يقول يا جماعه الخطيب كان بيتعالج في المانيا. المشكله بقى دلوقتي ان احنا الطيران موقوف ومفيش اي حد بيتحرك، فكابتن حمود الخطيب وقدرته فين؟ ده اللي عايز اعرفه. هم ليه مثلا يعني طلعوا القرار ان احنا ما حدش يرد على تركي، ومحمد سراج الدين طلع غلط كده في بوست؟ بص كل حاجه ما حدش فاهمها. قبل ما تخش في الخناقه مع تركي وتقعد تتكلم وتشتمه على صفحته، افهم بس حاجه واحده، ان انت داخل في خناقه شخصيه انت مش تكسب منها اي حاجه. لو انت قلت ان انا بعرض لتركي، عايزك تعرف حاجه واحده بس، انا قناتي دي عليها 3000 واحد، وانا فيديوهاتي ما بتوصلش ل 10000 او 20000 والكلام ده، فما فيش حد هيدفع لواحد زي اي حاجه، وانا مش عايز حد يدفع لي اي حاجه علشان خاطر لو حد دفع لك حاجه مره هيكسر عينك، ولو كسر عينك بعدها مش هتقدر ترفعها في اي حته، فالموضوع مش مستاهل اي حاجه خالص. بص لو عملت لايك براحتك، لو عملتش لايك براحتك، لو عايز تروح طبعا من المواطن والكذب اللي هيكتبوا عليك براحتك، اعمل اي حاجه يا اسطى براحتك، بس عايز تفهم حاجه واحده بس، ما تصدقش اي كذبه بتتقال لك في الاعلام المصري او الاعلام اللي بيؤجر من الانديه علشان كل ده كذب.